كمل كلامنا على الكلام اللي انت كنت بتقوليه امبارح. اتأهل الاهلي على حساب نادي سيراميكا بنتيجه 1-0 بعد مباراه كبيره قدمها الفريقين. الاهلي قدر يخطف الفوز ويتأهل للنهائي. امبارح ايضا تأهل فريق فيوتشر لنهائي كأس السوبر المصري بعدما فاز على نادي بيراميدز بركلات الترجيح. تفاصيل اكتر هنعرفها عن المباراتين من خلال الناقد الرياضي الاستاذ حمدي الحسيني اللي منور النهارده في الاستوديو. اهلا بيك يا استاذ حمدي. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا استاذ. حضرتك قريت ازاي صعود فيوتشر امبارح على حساب بيراميدز؟ هي الحقيقه انا بعتبرها مفاجاه شويه، لانه طبعا رغم انه فريق مودرن فيوتشر من الفرق الكبيره واخد كاس الرابطه قبل كده بمسماه القديم يعني فيوتشر، لكن خلينا نتفق انه بيراميدز السكواد بتاعه سكواد يعني ضخم جدا وقوي جدا، وكمان بيراميدز ما خدش ولا بطوله قبل كده، فكانت البطوله دي فرصه بالنسبه له. لو فاز على فيوتشر كان عنده دوافع كتير قوي ان هو يوصل للنهائي. النادي الاهلي مجهد ومرهق بدنيا قوي لانه خارج من كاس العالم للانديه، فالكل كان متوقع انه بيراميدز لو وصل للنهائي ربما يعني يحقق اول لقب في تاريخه، طبعا تاريخه القصير يعني. ففيوتشر امبارح الحقيقه لعب بطريقه اللي هي الطريقه اللي يقدر يكسب بيها، يعني اللي تلعبه يعني اللي تكسبه لعبه يعني. فلعب بطريقه دفاعيه بحته وخلى بس عنده لاعب واحد بيهاجم مروان محسن، فقدر ان هو يوصل لركلات الترجيح، وهم كانوا عايزين كده، وكلنا عارفين ان لائحه البطوله بتقول انه في نصف النهائي في حاله التعادل بيلعبوا ركلات ترجيح على طول، لكن في النهائي برضه علشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين لو حصل تعادل طبعا اللي هي المباراه اللي هتكون ما بين الاهلي ومودرن فيوتشر هيلعبوا الاول لوقت اضافي وبعد كده ركلات ترجيح. فانا شايف انه فيوتشر اللي عايزه حققه امبارح ووصل بطريقه يعني نقدر نقول تجاريه الى النهائي، لكن وارد جدا ان هو يعمل مفاجاه في النهائي محدش عارف يعني. بيراميدز ما بيكسبش ليه؟ 5 مباريات ورا بعض ما بيكسبش، اذا استثنينا منهم مباراه سان داونز اللي شفناها فيهم مباراه من المباراتين لما لعبوا هناك كان الاداء رائع، لكن غير كده 4 مباريات ورا بعض في مختلف البطولات احنا ما شفناش، ومش مفهوم ليه. عندك لعيبه في كل الاماكن، يعني ما عندكش مكان فيه ثغره، وبالرغم من ده ما فيش. فين المشكله؟ باتشيكو عنده المشكله؟ جزء من المشكله فني عند جايمي باتشيكو، وهو مدرب مش من المدربين اللي يعني نقدر نقول ان هم بيلعبوا على البطولات او يقدر يفوز ببطوله. هو مدرب كويس لكن يمسك فرقه ممكن يخليها تقعد في الدوري، ده تقدير الشخصي ليه يعني، لكن ان هو يكسب لقب كلنا شايفين ان معاه فعلا سكواد هايل، وكل مركز عند بيراميدز فيه لاعبين او ثلاثه على اعلى مستوى. فاعتقد ان جزء من المشكله فني طبعا عند باتشيكو، لكن الجزء الاكبر عند اللعيبه نفسهم. اللعيبه ما عندهمش الدوافع، والدوافع دي بتيجي بشكل كبير جدا لما يكون الفريق شعبي وجماهيري، بيكون في جمهور كبير قوي بيحفز اللعيبه، بيضغط عليهم لما يكونوا مكسلين او ما عندهمش حافز، الجمهور بيدي لهم حافز. انت فريق جديد مش هيبقى عندك جمهور غير لما تكسب، هتكسب بعدها هيبقى عندك قاعده جماهيريه، لكن فريق جديد هيجيب قاعده جماهيريه منين من غير ما الاول يبتدي يعمل بطولات ونبتدي نشوف بطولات بيحصل عليها بعدها الجمهور هيجي؟ بالتأكيد. ولا حضرتك شايف العكس؟ لا لا طبعا، لو في انجازات بتجيب الجماهير ده ما فيهوش كلام، لكن ارجع واقول برضو ان حتى لو غياب الجمهور عامل من العوامل، لكن ارجع واقول برضو ان اللعيبه نفسهم الحافز بتاعهم ان هم يكسبوا بطوله انا شايفه الحقيقه مش موجود. في برضو فرق ما عندهاش جمهور زي انبي مثلا ومع ذلك حقق بطولات قبل كده، وبطولات على حساب الاهلي وعلى الزمالك. فريق زي المقاولين العرب ما هو ما عندوش قاعده جماهيريه ومع ذلك حقق بطولات افريقيه كمان مش محليه بس. صحيح. فجزء كبير جدا من المسؤوليه يقع على يعني عاتق اللعيبه. لعيبه كده كده بتاخد فلوسها، وفلوس ما شاء الله كلنا عارفين في بيراميدز يمكن احسن مقابل مادي للاعب في مصر بيتاخد في بيراميدز ويمكن النادي الاهلي كمان. فالفارق ما بين مثلا الاهلي وبيراميدز انا شايف ان هو القاعدة الجمهور الكبيرة. هل ده واحد من الأسباب؟ اللعيب عارف أنه كده كده هياخد فلوسه، فمش بيأدي، فمش فارق معاه أنه يعمل حاجة زيادة كده. لأنه هو عارف أنه فلوسه العكس متوفرة، لكن هو مش مجبر أنه ينافس لأنه يعني هو المفروض العكس على فكرة. اللعيب لما يلاقي نفسه حقه مضمون المفروض أنه ده يبقى حافز ليه، لكن أنا شايف أن ده جايب نتيجة عكسية مع لعيبة بيراميدز.
هم كده كده ضامنين مستحقاتهم، كسبوا خسروا بياخدوا مستحقاتهم، ما فيش جمهور بيحاسبهم، الاداره ما بتحاسبهمش بالشكل الكافي، ده برضو انا شايفه. يعني انا بحس ساعات انه اللعيبه في بيراميدز اقوى من الاداره، نجوم اقوى من الاداره، فبالتالي لا في جمهور يحاسب ولا اداره تحاسب بقوه لو الفريق خسر بطوله او بطوله ورا بطوله، ماتش ورا ماتش، ما فيش حساب، وبالتالي اللعيبه انا شايف ان هم المسؤول الاكبر عن اللي بيراميدز فيه. صحيح. طب تكتيكيا ايه الاخطاء اللي وقع فيها باتشيكو؟ ولو بيراميدز يعني اقاله، هل ده ممكن يخلي او يكتر او يزود من فرص صعود بيراميدز اكتر في بعض المباريات القادمه لو باتشيكو اتغير؟ انا شايف انه في فتره التوقف اللي هتيجي لمنتخب مصر، طبعا كلنا عارفين وبنتمنى له التوفيق انه هيشارك قريبا يعني في كاس امم افريقيا في كوت ديفوار، هيحصل توقف، هتتلعب في كاس الرابطه، ممكن جدا دي تكون فتره لتغيير المدرب وفتره تكون كويسه، تبقى استعداد لبطوله الدوري والبطولات القادمه. اعتقد ان تغيير باتشيكو ربما ان هو يعمل اثر ايجابي في بيراميدز، وخلينا نتفق برضو ونقول ان اللعيبه هي اللي لازم تفوق. طب عدم وجود ضغط جماهيري لبيراميدز وفيوتشر، هل ده ممكن يكون سبب؟ وهل ليه علاقه بالاخطاء التكتيكيه ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه بالاخطاء التكتيكيه طبعا، بس ده سبب زي ما قلت لحضرتك، انه اللاعب لما ما بيلاقيش جمهور بيشجعه وبيحاسبه طبعا بيكون يعني نفسيا مستريح. يبقى ليه علاقه بالاخطاء التكتيكيه؟ طبعا طبعا. لا ما هي الاخطاء التكتيكيه دي ترجع بقى للمدرب وللاعب في الملعب، لكن انا بقول انه انت ممكن يبقى ما عندكش اخطاء تكتيكيه كتير وبتلعب وبتادي، لكن فزت او خسرت ما فيش الجمهور اللي يضغط عليك او يحاسبك، ودي نقطه مهمه جدا جدا في الفرق اللي ما عندهاش شعبيه. بس لو بصينا على شكل سير المباراه، فريق فيوتشر اقل في الامكانيات بكثير من بيراميدز، لو بصينا على القيمه التسويقيه، لو يجوز لنا استخدام هذا المصطلح على الكره المحليه، القيمه التسويقيه لفريق فيوتشر اقل بكثير من فريق بيراميدز، المدرب في فيوتشر ادار الموضوع بشكل مختلف خالص عن مدرب فريق بيراميدز او عن باتشيكو، يعني باتشيكو برضو وكانه برضو ضامن فلوسه فبرضو مش فارقه معاه. صحيح، وهي برضو انا عايز اقول ان مش كل حاجه الفلوس ولا الامكانيات الماديه، وانا هضرب مثل قريب برضو حصل لما النادي الاهلي فاز على اتحاد جده في السعوديه. شوفي حضرتك الفارق طبعا في القيمه التسويقيه ما بين النادي الاهلي وما بين اتحاد جده، لا خلينا نقول القيمه التسويقيه ما بين الاهلي وما بين كريم بنزيما بس مهاجم اتحاد جده، فرق كبير في القيمه التسويقيه، ولكن النادي الاهلي لعيبته عندها دوافع كبيره، الجمهور لما بيلاقوه في الملعب بيفرق معاهم قوي. انا شفت بعض الجماهير السعوديه في المباراه دي او بعد المباراه يعني بيقولوا ان النادي الاهلي كان جمهوره اكبر من جمهور اتحاد جده في الملعب مع ان المباراه في السعوديه، فمش طبعًا كل حاجه الفلوس طبعا، امر طبيعي. طب خلينا بما انك جبت سيره الاهلي نروح لايه؟ لمباراه الاهلي وسيراميكا. ازاي شفت اداره كولر للمباراه، وايه هي ابرز الاخطاء التكتيكيه برضو اللي وقع فيه؟ خلينا نقول انه النادي الاهلي داخل المباراه دي وهو مرهق ومجهد جدا من الناحيه البدنيه، لعيبته جايه من السعوديه لعبه يوم الجمعه اللي فات مباراه تحديد المركز الثالث، وطبعا اللي فازوا فيها بالبرونزيه وضغط شعبي وصحفي واعلامي يعني اقل من 72 ساعه وبيلعبوا مباراه في بطوله جديده وبطوله يعني مطالبين ان هم يحققوها. النادي الاهلي واخد البطوله دي طبعا هو صاحب الرقم القياسي فيها، فلعيبه النادي الاهلي دايما تحت ضغوط، لكن لما الضغوط بتزيد قوي ممكن تجيب نتيجه عكسيه وممكن الفريق يخسر، والحقيقه انا ما كنتش متوقع ان النادي الاهلي يكسب امبارح، ولو كسب ما يكسبش بسهوله، وده اللي حصل، لانه اللاعب المصري دايما مش لعيبه الاهلي بس، بعد الفوز ببطوله او بميداليه في كاس عالم للانديه دايما بيحصل لهم دروب وبيبقى عندهم مشاكل في المباراه اللي بعدها، لكن الحقيقه انا شايف ان كولر ولاعيبه النادي الاهلي لعبوا مباراه كويسه امبارح، خصوصا في الشوط الاول بشكل غير متوقع، انا كنت فاكر انه سيراميكا هو اللي هيبقى مسيطر وهو اللي هيبقى فايق بدنيا، لكن لعيبه النادي الاهلي الحقيقه ضغطوا على لعيبه سيراميكا من بدايه المباراه. بس ده في الشوط الاول، الشوط الثاني لا. الاول بالظبط. الشوط الاول كان اداء النادي الاهلي بالنسبه لنا غير متوقع، انا كنت حاسس ان النادي الاهلي هيلعب بشكل فيه هدوء عن كده، لعيبته زي ما بقول لحضرتك مرهقه بدنيا اغلبهم يعني، وبالتالي لان هو عمل بعض التغييرات وفي لعيبه ما لعبتش خالص امبارح، هو من اللعيبه المؤثره زي كهربا، وهو الراجل اتكلم على كده بعد المباراه وقال ان هو لاعب كل مباريات كاس العالم للانديه وبالتالي كان بيريحه هو وبعض اللاعبين الاخرين، حسين الشحات نزل لعب دقائق معدوده في نهايه المباراه لما احتاج له،
اقصد اقول انه كولر تعامل مع المباراه بذكاء، ضغط في الشوط الاول وكان عايز يخلص المباراه، لكن ما كانش فيه توفيق، فرص ضايعه كتير قوي من لعيبه النادي الاهلي كالعاده، لان احنا عارفين ان مشكله النادي الاهلي الاساسيه هي غياب المهاجم اللي يخلص الفرص الكتير اللي بتتاح ليهم. طب هزيمه سيراميكا بواحد هل يعتبر ده انتصار ليهم باعتباره فريق مش بحجم ومش بتاثير النادي الاهلي؟ لا، هو الخساره خساره، بس 1-0 بس 1-0 تمام. انا يعني في النهايه نقدر نقول ان هم ادوا اداء طيب خصوصا في الشوط الثاني. كابتن ايمن الرمادي من المدربين المحترمين اللي بيعرف يواجه الفرق الكبيره، بيقدر يعني يعمل معاها مباريات كويسه ويخطف نقطه او يفوز. للامانه هو مدرب جيد، عملوا مباراه كويسه قوي في الشوط الثاني، خلقوا بعض الفرص وكان ممكن يكسبوا، لكن في النهايه اقدر اقول ان التوفيق حالف الاحق بالفوز. النادي الاهلي كان عنده فرص اكتر من سيراميكا، وكان هو المبادر في بدايه الشوط الاول ولحد نهايته بان هو يخلق فرص، وحاول لعيبته ان هم يسجلوا لكن ما قدروش. ده اللي ادى الفرصه شويه للعيبه سيراميكا ان هم ينزلوا في الشوط الثاني وعندهم امل ان هم يكسبوا، وضغطوا على النادي الاهلي، لكن في النهايه امام عاشور صنع الفارق. امام عاشور كان نجم المباراه الاول امبارح من بدايتها وحتى الدقيقه الاخيره، شفنا المجهود الكبير اللي عمله في الهدف، وده كان تتويج لمجهوده الحقيقه، كان لاعب رائع امبارح. محمد ابراهيم اتطرد ليه؟ من الاعتراضات. محمد ابراهيم الحقيقه لاعب كبير فنيا، وما هوش معودنا على الاعتراضات الكبيره اللي هو عملها امبارح دي، وكان المفروض ان هو يبقى قدوه لزملائه. طب خليني يعني اعيد صياغه محمد ابراهيم انفعل ليه مما ادى لطرده؟ والله انا هاخد من كلام الكابتن ايمن الرمادي، احنا كنا شايفين المباراه والكابتن محمد معروف الحكم، ما شفناش ليه قرار مؤثر في نتيجه المباراه لا خالص. فانا هاخد من كلام الكابتن ايمن الرمادي اللي قاله بعد المباراه انه الحكم كان بيحترم لعيبه الاهلي قوي، وان هو كان بيستفز لعيبه سيراميكا كليوباترا، ده اللي اتقال. فهل الكابتن محمد معروف عمل حاجه استفزتهم؟ احنا كلنا كنا شايفين تعاملاته، يعني الحقيقه فيها تساوي ما بين لاعب الفريقين. فاعتقد انه توقيت الهدف، هو الهدف ما كانش فيه اي مشكله، لا اوفسايد ولا فاول ولا اي حاجه خالص، هدف صحيح 100%. بس ربما التوقيت بتاع الهدف في الدقيقه 94 لعيبه سيراميكا كانوا خلاص قربوا من ركلات الترجيح، اعتقد ده هو اللي خلى محمد ابراهيم يحس بالضغط الشديد ويروح ينفعل على الحكم. وطبعا كان طرده مستحق جدا، وفي لعيبه ثانيه من سيراميكا كليوباترا صحيح انفعالها كان يستحق على الاقل كارت اصفر على الاقل. صحيح. تعال نروح للسؤال الاخير، وماتش النهائي اعتقد ما بين الاهلي وفيوتشر هو المحطه الاهم. توقعاتك نصايحك لكولر، تفتكر مفروض يعمل ايه في مباراه ربما في ضغط كبير على لعيبه النادي الاهلي بقالهم فتره من خلال المباريات اللي فاتت؟ يعني بالتاكيد انا اتوقع تكون برضو مباراه بنفس الصعوبه، ربما كمان تكون اصعب لو فيوتشر لعب بنفس الطريقه اللي هي يعني ان هو يقفل بتسع لعيبه ويلعب بمهاجم وحيد. اعتقد الطريقه دي ممكن ترهق النادي الاهلي جدا من الناحيه الدفاعيه، ولكن كولر هيستخدم بعض العناصر اللي وفرها للمباراه دي. يعني ربما ان هو يبدا بهجومه القوي المعتاد بيرسيتاو وكهربا وحسين الشحات، لانه كهربا ريح تماما امبارح، حسين الشحات لعب دقائق قليله. اعتقد ان هو حتى كمان خرج بيرسيتاو هو قبل دقائق من المباراه من نهايتها، وكنا كلنا مستغربين لانه بيرسيتاو مؤثر قوي، ربما برضه ان هو كان بيريحه. الربع ساعه اللي بيخرجها اللاعب في نهايه المباراه دي تفرق معاه في الراحه للمباراه اللي بعدها. فاعتقد ان هو هيلعب بتشكيله الاساسي في المباراه النهائيه، واظن ان المباراه هتكون صعبه على النادي الاهلي، لكن في تقديري انه نقول 60-40، 60% للنادي الاهلي نسبه الفوز و40% لفيوتشر. وكلنا ما ننساش انه محمد الشناوي اصيب امبارح، وده من العناصر المؤثره اللي بتفرق مع النادي الاهلي جدا جدا. وارد ان النادي الاهلي يبقى مسيطر وبيضيع فرص، ومحمد الشناوي تيجي هجمه مرتده، وده حصل امبارح في المباراه، صحيح. تيجي هجمه مرتده او انفراد ينقذه، فيسمح للاعيبه الاهلي بعد كده انها تحاول وتكسب، وده حصل في مباريات كتير. صحيح. مصطفى شوبير حارس كويس، صحيح. وهو غالبا اللي هيقود النادي الاهلي كحراسه مرمى في المباراه اللي جايه، وهو حارس جيد ولعب نهائي افريقيا وادى اداء طيب، كل التوفيق. لكن طبعا الخبرات بتميل لصالح الشناوي اللي هيكون غايب عن طبعا المباراة. طبعا اكيد شنو يعني ما فيش كلام على القصه دي. شكرا. من افضل الحراس في افريقيا طبعا طبعا طبعا.